صحية طيبة، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناة ديالي ماما محاسين. اليوم غادي نقدم معكم واحد الشوربة هائلة كتجي ديال الخضار، نبدلو بها شوية ديك الحريرة ومن نفسو منها شوية الدات ديالنا. كتعرفوا بأن الخضار مهمة للدات، وهنايا كنديرو كنحضر معكم هاد الشوربة وكنتمنى تعجبكم. وقبل ما نبدا معكم نتمنى تشاركوا معايا في القناة ديالي وتبارطاجيو الفيديو باش يوصل للجميع، وديروا لايك وتتبعوا معايا في القناة ديالي. ودابا على بركة الله غنقول لكم المقادير. عندنا هنايا تقريبا 4 ديال الجزرات خيزو، هنا عندي جوج الفتات تقريبا 3، كل واحد يدير المقادير اللي بغا. هنا عندي جوج بطاطا كبار، هنا عندي مطيشه، جوج مطيشات قطعتهم، هنا واحد البصله مشلضه، هنايا عندي البوارو، وهذه واحد العريش ديال الكرافت كنديرو حتى هو يدير النسمه. هنا عندي ثلاثه ديال القريعات، هنا عندي شي طريفات ديال اللحم حتى هما يديروهم بنو ليهم. عندي هنايا واحد الطريف ديال ليشو، كتعرفوا هذا راه فيه الفوائد كثيره، حتى هو بين الخضر كيدخل مع الخضر. وهنا عندي الخص، ها هو الخص، انا تا قطعته هنا شي ورقات ديالو، تا هو كيجي لذيذ في الشوربه. عندي هنا القزبر ومعدنوس، عندنا شويه ديال الملحه كتبقى على حسب الذوق، سكينجبير، الابزار، وزيت الزيتون. وهنايا عندي القشده الطريه، هذه ملي كنطيبها كندورها بالقشده الطريه، والمطيشه المركزه، مطيشه ديال الحك، واحد المعلقه ديال مطيشه الحك. واضحين كتشوفوا المقادير، ها هي كتشوفوا معايا المقادير. ودابا غادي نبدا على بركه الله. كندير جميع الخضر ديالي هنا، كنديرها هي بطبيعه الحال راه كلها مغسوله ومقطعه. درت بطاطا، بصله، هنايا عندي ليشو، هادشي بطبيعه الحال راه ملي كنطيبوها غادي نطحنوها، غادي تشوفوا معايا كيفاش غنطحنها. هادي كنديرها هكا صاينه، هذا البوارو، القرعه، هادك الطريفات ديال اللحم، كندير كلشي في خطره، مطيشه، قزبر معدنوس، هنايا عندي الخس، زيت المائده، عفوا هنايا زيت الزيتون، ملحه على حسب الذوق، الابزار، سكينجبير. ودابا غندير الماء الكافي، وغادي نديرها طيب، ومن بعد ما طيب غادي نطحنوها وتشوفوا الشكل ديالها النهائي. بعد ما الشوربه ديالتنا هي طابت، ما نقولش لكم الرائحه اللي طيبه اللي طالعه منها. ودابا انا غادي نطحنها بالطحان، هذا اللي كان سبق ليا وكنت شاركته معكم في المشتريات ديالي. هيا انا غادي نطحنها دابا، شوفوا معايا. فرش عنده هذا يقدر يخلطها، يطحنها في الخلاط الكهربائي. طحنات نتوما كتشوفوا على حسب الكثافه ديالها، بغيتو تخليوها هكا خاطره، بغيتو تزيدوا فيها شويه، انا غادي نزيد فيها شويه. بعد طرطوها على النار كنزيدوا المعلقه ديال المطيشه، والكريم فريش، هنا
القشطه الطريه وكتبقى تردوها فوق النار تتبقى تغلى، بقى تحركي فيها تتبقى تغلى مزيان، وهي موجوده دابا موجوده، خاصها عاد تتغلى شويه وهي موجوده. نتوما كتبقاو تشوفوا على حسب الكثافه اللي بغيتو نتوما. دابا هاكا انا جاتني مزيانه، وهي دابا الشوربه ديالنا هي واجده. انا كنت خليتها فوق النار تتغلات شي شويه، ومن بعد طفيت عليها النار، وانتم كتشوفوا معايا كيفاش جات. انا متاكده غادي تعجبكم، وحاولوا تجربوها، وغتعجب الوليدات غتعجب الكبير والصغير. ونتمنى هذه الوصفه تكون عجبتكم واستفدتوا منها، وما تبخلوش علينا بلي جيم، وتابوناو معايا في لاشين ديالي باش يوصلكم الجديد، وشكرا لكم.